بعرفك بتحب الفاصوليا. لا انا ما بحب الفاصوليا. البرودكت المفضل عندي من ميك اب فوريفر بصراحه ما انه برودكت واحد، بحب كثير عندهم الاي برو كيت، الماسكارا، بحب الليكويد مات ليبستيك اكيد. واي ميك اب فوريفر؟ اول شيء لانه هذا البرودكت كنت انا استعمله فور ييرز، اند ذن لما تعرفت على التيم بهون ميك اب فوريفر صرت احب البرودكت زياده وزياده، لما عرفت قد ايه هن ديديكيتد ليعملوا شيء كثير حلو. They are very creative and they are very sweet. المهم صار مع ميك اب فوريفر، انتوا لازم تذكروني. هلا مرق علينا كثير اشياء حلوه ومرق علينا كمان قصص بتضحك، مرق علينا ستريس. رمضان هو شهر كثير حلو، شهر فيه صلاه، شهر فيه جمعه العائله، بس بنفس الوقت بالنسبه لإلي كوني ممثله يمكن كل سنه عم بيكون عندي عمل على رمضان، فهو كمان شهر كثير مهم بحياتي. الشيء اللي ما بيعرفوه العالم، اوقات كثير بكون على الست وبيكون عندي يمكن 5-6 ساعات بروح فيهم على البيت، بشوف اولادي، بقعد معهم، واوقات كثير هذا الشيء رح تحبوه كثير. في مره كنت رايحه على الميوراكس لبست فستاني وعامله ميك اب تبعي وشعري، وفستاني كبير. ابني كان زخطور، كان عمره شيء سنه او اقل شوي، ما كان يقبل يتحمم مع حدا غيري، فبشعراتي بالميك اب بالجولري بالفستان تبع زهير مراد فتت وحممته وغنشته وحفظته وطعميته البيبرون هو بايدي. فمش هي اللي بشوفوه العالم انه نحن في مين بيحملنا جزدان ونحن في مين يمكن بياخد عنا مسؤولية الأولاد، بالعكس نحن بنقدر نلحق على كل شيء، خاصة يمكن لأنه الله نعم علي خلقني مرة، والمرة بتقدر تلحق على مليون جبهة. أنا بعرف كريم، I miss you. بعرف انه شفتوني مع ميك اب فور ايفر لما حكينا عن الارتست فيس وعملنا 4 فيديو على يوتيوب حكينا فيهم عن المونوكروماتيك وعن السكالبتينج والكونتورينج ولا لا 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 لا. بس هيدي السنه انا بحلبه رمضان بالحلقه الاولى سيزون 2، وهالسنه الكونسبت كثير حلو وكثير مختلف، في لعبه تروث اور دير وكل سيلبرتي بكل حلقه رح يلعبها. لتعرفوا شو هي هيدي اللعبه مضطرين تحضروا كل الحلقات تبع حلبه رمضان. أنا نقيت تو دير، وشو يعني؟ رح تعرفوا، بس خلينا عيط لداني كامل قبل. داني I miss you so much. I miss you too. ما بعرف شو حتعمل اليوم بميك اب فور ايفر، بس بعرف إنك جنيت. داني كامل ميك اب ارتست، كلكم بتعرفوه، شايفين كل صوري على السوشيال ميديا كلها سايند باي داني كامل. سو شو بتقول لأنا اليوم تروث اور دير؟ هلا أنا بعرفك نادين، عملنا كل شيء وجربنا كل شيء، اكيد حتروحي على دار، وانا مأكد في فكره مجنونه براسك اليوم. هالسنه في شيء رح ركز عليه، انا حبيت انه اطلع اوت اوف ذا بوكس واعمل شيء ولا مره عملته بالعينين. اول شيء قررت اعمل ميك اب بيست على الاي لاينر بس. يس بس مش انه حيلا اي لاينر، رح نستعمل من ميك اب فور ايفر الاكوا بلاك، رح استعمل كمان اي شادو من هيدي الباليت. اكيد بدنا نختار الرموش طبعا. ديفنتلي ما بعرف، يا بس شوف ميك اب فجأة بقلب طفلة. هايلايتر، هيدي ماي فيفورت، بستعملها كل يوم على التصوير بمسلسل طريق، عارف؟ يس yes. كثير عم بستعملها هيدي، اكيد كثير حلوة. في شيء كثير مهم اكيد هلا، زيح هدول لإلي. بما انه رح نقوي كثير العينين رح نعمل شيء كثير 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 سبيشل، انا رح نقي هيدا البرودكت الجديد من ميك اب فور ايفر اللي اسمه ارتست روج انك. ليكو شو مهضوم وشو صغير، بيساعد كل البيرسون. اذا بدي اياه فينا نحطه بالجيب. شو مهضوم؟ يلا يلا وانا اتجه مكتره كثير. فاونديشن فاونديشن يا 06 بس هيدول بت هو كمان كثير حلوة. بيرفكتور كثير حلوين هيدول جديد، هو كمان جديد بحقدو كثير حلوين. على فكرة هيدي حالتي كل مرة بروح لاشتري ميك اب بكون فايتة انه بدي ماسكارا، بطلع بسلي هالقد بفورتشن. هلا نفس الشيء، نحن على اساس بدنا 3 اشياء نعمل فيها الايس طلعوا شوي كثار، بس اكيد ما حنعوزهم كلهم، بس ان كيس حتى ما نروحوا ما رح نعوزهم ابدا. الله يستر.
دانيا انا نقيت اليوم تو دير اوكي خبرتك شو عبالي حنعمل شيء كثير حلو رح نعمل اي لاينر كثير قوي بس انا رح اتحداك بشغلي هلا اليوم اكيد انه ما نستعمل اكثر من ثلاثة خليهم اربعة بليز بلشنا طيب اوكي اربعة يلا حنبلش اول شيء بالكونسيلر انا اخترت ذس باليت حلو كثير هالباليت از اي كونسيلر فينا نعمل فيها كوركشن طبعا طبعا نحن حضرنا الفاونديشن اول شيء لنادين اكيد لقدر صورت الانترو اكيد عمر الزمان هيدي باليت جديدة اسمها الترا اتش دي اندر بيتنج بس كثير حلوة حنستخدم لوس باودر بنانا تحت العين اتس نايس وان يا يلا ما في ما انا بس يكون برودكت جديد بصفن فيه شي نص ساعة هيدي الباودر بنانا صح؟ هاي روعة هيدي فينا نحطها تحت العين على تي زونز وين بتبين كأنه صفرة بس هي ما أبداً ما بتعطي لون بس أصفر نرجع بالعكس نمسحها أبداً أحلى بكتير من الباودر ملمسها كتير حلوة على البشرة أنا أفضلها عن الباودر يلي هي فاتحة أو بيضة أو رايحة على روزي رح نبلش براون على أساس بدنا نروح على ما نحط هيدا نكزي بس لا نرسم الكورنر طيب أوكي. بسمح لك أوكي أكيد هافنلي هلا عم نحط بلات جديدة اسمها ستارليت حلو هالاسم ستارليت اكيد للستار لا بس خرج اسم بنت ايه بكره بسمي بنتي ستارليت عزز خبرينا مين عم بيعذبك اكثر هيفن ولا جيوفاني هيفن اكسكيوز مي هافن هافن مين هيفن شو طبختي اليوم نادين؟ يا الله يا داني حكيني بالمكياج بعرفك بتحب الفاصوليا كثير لا انا ما بحب الفاصوليا انا بحب الفاصوليا رح نروح هلا على الايلاينر اكوا بلاك طبعا اسود رائع كريمي وحنستخدم براش للايلاينر 252 رقمه واو بلش الجد بلش الجد بلش الجد انت مرسومه رسم من ربنا أنا بعد شو بدي أخبركم أسرار فكرة خجلتني أدي بتجي لعندي زبونات داني بدنا حمرة نادين داني بليز بدنا يطلع العيون مثل نادين داني 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 إيه ما تشوفوا الأيلاينر هالقد قوية بعد حتشوفوها أقوى بعد إيه بعدنا بالبداية بعدنا عم نرسم هلأ هنروح فيها هلأ هيك مثل ما شايفين ولا قدام يا لطيف رح اختار ذس باليت رقم 9 Artist Shadow حاخد this black color كتير حلو شوي كريمي حاخد براش رقم 220 شوي قاسية بتثبت لي الأسود أكتر فوق الأيلاينر بعد ما أنت بتموتي بالأخبار الناتشرال بالمكياج الخفيف وهالأيام للدراما والأخبار وكله ناتشرال أنت عليك لا هادي إذا شافك بهالآيلاينر أنا عم بتخيل حيدق لي لإلي أنا حيقلي داني إذا بشوفك مع نادين دبحك فما بعرف شو بدك تبرري له لا ولا لا تقولي له بدك للصراحة بحب كتير الميك اب اللي أنت بتعمله على الرغم من إنه أوقات بيكون قوي وأوقات كتير بنرجع من التصوير قوي بس بحبهم علي نرجع منستخدم طبعاً البلاك اللي اخترناه بالأول مع البراش 220 ومنعبي هون بطريقة تبتمو لحتى ما نرجع نمشح الأسود نحن عم نرجع نستخدم كونسيلر بأول العين جوا لحتى ننظف نرجع بنحط فوق منه لون حتى يكونوا العينتين واو
أنا هيدا الهايلايت فيني أستخدمه أي شلون عم فوق العين. أنا حأسألك سؤال، مو بقى تعتبريني أنه أنا داني اللي عم بعمل لك ميك اب. أوكي. اعتبريني داني لرفيقك اللي بتحبيني. خبريني شو شعورك أكتر وقت ما كل يوم بدك تفيقي من النوم عم بتحضري للمسلسل وهلأ الدنيا رمضان عم تحضره. كتار بيسألوني ليه أنا اخترت مسلسل طريق، ليه ما كفيت بالجزء الثاني من الهيبة، لأنه بكل بساطة استفزني كتير الدور، استفزني النص. شو وضع عيوني؟ بعقده. يا لطيف، بصراحة بعقد عن جد كتير حلو. أكيد بدك أسود أكتر. أكيد. لا بس لا، هي مش قصة أنا بدي أسود أكتر، كتير حلو خرج يعني ريد كاربت حتى فوتوشوت، بس بما أنه أنا نقيت دار أكتر. طيب yes. لعيونك. so شوفي هلأ شو حيصير. أنا بدي ترجع تعمل لي أوكي. كله أسود. أنا بصراحة ولا مرة كمان جرأت إني أعمل هيك شيء، مع إنه بشوف بحب خاصة لما بشوفهم على المجلات الانترناشنال أوقات هيك بيعملوا very dramatic makeup، تحس حالك هيك بلاك على مشرشر على مشطشط على استوفي. بستحليه بس ما بتجرأ هالمرة. استفيد لأنه هلأ بتمرق معك هدي مرة بكل 100 سنة نقوي هيك الكسرة على الطرف ليعمل هيك. أوكي. نرجع لكنا لريشة الايلاينر. ليش بسموها فيشتيل؟ هيك شيء 252 فيشتيل. هيدا ايلاينر بيشبه بصراحة دينة لبسينة بس كتير حلو ريلي. واو نادو، انت شو ما عملتي ايه عبالي شي نهار انا اعمل لك ميك اب. لا نادين ما بحس. تتجرأ؟ ايه لا. تتجرأ تسلمني وجهك؟ بس كتير هلا. بس ليكو بتداين ايه قد ما بتحطوا بلاك؟ ايه لاحظت؟ بتمد قد ما لا بس كتير، لا شي كتير. ماسكارة نادين المفضلة اسمها سموكي ستريتش. مثل العادة. يا سعادة. بحبها كتير هيدي الماسكارا بس ما بحب. تهتمي كتير برموشة دايماً. ايه. عندها أخبار وقصص وتنصحكم كتير بزيت خارج. وعم أخبركم مرة بس التهبت عينه من ورا الشي حطته عرموشة. لا بس عن جد ما بعرف شو سر هالماسكارا. كتير حلوة. بس كتير بحبها لأنه بتخصل. ايه وسويدها حلو. أنا اخترت اللاشز N404. شي كتير حلو وناتشورال. حيكون ناتشورال طبعا. ضربة هيك ما تحطون عرموشة بليز. مع ضربة هيك هيك هلا بنضيف خلاص. لا بعد في هيك شغله صغيره هيك شويه ضوء شويه ضوء بالعين من تحت. بليز 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 تعبت داني. هلا شوفي هاي الحركه بتعطيكي هيك عينك اقوى من قدام احلى. بس ما حنحط شيء من تحت. هيدا القلم كتير حلو على فكره. هيدا جديد. ايه حلو كتير. اكوا اكسل M40 هيك جاي بيج فيه شوي صغيرة صفار بنانا بنانا يا بس ما ببين اصفر ابدا. عين طلعت بتاخد العقل. هابي فتحيه. هلا بدنا ننظف شوي. ايه صار في مجزرة. لا بس البنانا يعني تعمل عملتها تحت العين. طبعا مثل ما كلكم تعودتوا على نادين وباليت ان اكيد بتنشال وبتنحط وين ما بدكم. أنا حأخد هيدا اللون أعمل فيه شوي كونتورينج رتوش ببرش 156. حأخد شوي حطها هون. طبعا نادين خلودها كتير حلوين. ما فينا نعلم كتير ونحدد. نكتفي بضربة صغيرة كرتوش من الأول.
أنا بحب كثير الميك اب اللي كانوا يعتمدون نجمات من زمان. الستيز الايتيز الميك اب تبع صوفيا لورن قد ايه حلو. هيدا الابيض اللي بتحطه تحت وبتروح هيك عامل هيك عينها مش صح. معقول شو حلو. بكره بال 2080 و 2090 وسنه 3000 حيروحوا الناس بدهم نادين نجيم. طبعا بعد ما استخدمنا هي حنخلط هدول اللونين ببعض لنعطي شويه هيك بينك على الخد بيعطي خجل لنادين اكثر. خجل يا خجولة انت. ناقصني انا. رح استخدم هيدي الباليت لحواجب نادين، نادين ما كثير بتحب تعلم حواجبها، اسمه برو سكالبتينج نمبر 2. حاخذ بس هيدا اللون طبعا فيها برش، بنمشط شوي هيك نكزي. حاخذ هيدا اللون بيلبق كثير لحواجب نادين، نادين بتحب تعلم بس بالطرف. مع انه هيدا سيجنتشر تبعي هيدا الجرح. ما معقول انسى انه وقت كان عمري 5 سنين فت بالعمود. وانا اقول وقت ما طلعت غنيت من سرق العمود تاري فتي فيه واختي وضليتك رايحه. هلا رح اخذ فان براش ويفي رقم 134 مع ميست اند فيكس. رشتين هيك. شوفوا الهايلايتر شو بتطلع حلو. وضلتين هيك. انا حاخلط الاثنين مع بعض. بدك تخلط الاثنين؟ ايه شوفي منا ضو هلا بيطلع. ايه شو بتحب الضو؟ هون شفت شو حلو؟ ما بحس الميك اب حلو الا لما ينحط هايلايتر. شو هالاختراع الرهيب؟ لا لا مش طب خلص هلا ما تزيدها شوي هوني على الشفه من فوق. لا لا ما بحبه على الشفه من فوق. طيب خلص بليها. اوكي ام دان؟ يا بدنا نرسم الشفاف. الشفاف رح نستعمل هيدا. يا واخذنا هيدا ال بس خلينا هيدا. اول شيء نجرب على الايد. حلو روز. فكره كثير حلو انا جربته. هلا اذا بدك تضلني على لون حمرتي. نو؟ ولا هيدا قريب كثير للون حمرتك. هيدا عروس. وفيك تحطيه دغري بدون ما تستخدمي الكونتور بس انا بحب. هلا انا من الاشخاص اللي ما بيكتروا فانا على طول بستعمل اصبعي. نشف بسرعة فظيع. شفتي شو حلو؟ مادته كثير حلوة. سر نادين الجديد ارتست روج انك 02. ما بقى حدا يسألني شو لون الحمرة اللي بتحطها نادين، قلت لكم. وقبل كانت تستخدم ليكويد مات 300. ميرسي كثير داني، انبسطت فيك اليوم قد الدنيا ومتأكدة أنا أنه كمان الصبايا انبسطوا أنه شافوا كيف أنت بتعمل الميك اب لأنه كلهم معجبين بشغلك. حياتي thank you so much. بدي أقول لك إن شاء الله دايماً نعمل أشياء كتير حلوة ونستمر أكتر وأكتر مع بعض ونفرج الناس أشياء كتير أحلى وأحلى. بدي أقول لك رمضان كريم. رمضان كريم للجميع و thank you make up forever. Love you. See you. Bye. بس أنا بعدني ما خلصت خليكم معي بعد في حذر وفزر. هيدي الحزورة بكل حلقة رح تكون موجودة وكل حلقة سيلبرتي رح يسألكم حزورة وإذا عرفتوا الجواب تربحوا كولكشن رمضان ميك اب فوريفر. فكروا منيح. عم فكر بهالحزورة الغريبة إنه فيكن قلم وفيكن ريشة بس لما تجربيه بلا ما فيك تعيشه. لونه أسود بس اسمه على لون تاني. لتعرفي سر جماله بتلاقيه وين؟ بجزدانه. قوي، سميك، خفيف، رفيع، حطيه وبس يشوفوك رح يقولك شو؟ يا لطيف يا لطيف. إذا عرفتي شو هو رح تربحي كولكشن رمضان من ميك اب فور ايفر. بس اوعك تنسي لازم تشتركي باليوتيوب شانل تبع ميك اب فور ايفر ميدل ايست وتحطي الجواب تبعك بالكومنت تحت اليوتيوب فيديو تبعي هيدا يلي انا هلا صورته. ولتعرفي حالك اذا ربحتي او لا لازم تعملي فولو لميك اب فور ايفر ام اي اي على الانستغرام. مبروك سلف ورمضان كريم.